إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الكلمة هذا محلها مقصود الكتاب أنجل نيت صار وحيكد لغنتهاي. قال المصنف شيخ الكتاب كان متن قال في وحوي الكلمة كلمة قول قوي قول كاسو مفرد مثل كلي يلي أهادي الكلمة كلمة قول قولي قول كاسو مفرد مثل كلي يلي أهادي كلمة صدح اللقاء أكو بنان لقد كبات وكلمة فعلة كلمة كنبقة النبقة الثمرة سدخي مدكو بدا مداس وانا لقة اهل الحجاز وانا مدى قرآن كو يمد بمان كلمة كتير تا قرآن كي مفتك فعيلة تنتصف وصعوتا وتمت كلمة ربك ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلا إنها كلمة فعيلة ولقة اهل الحجاز وقال في القرآن كل قدر كل صوت القدر دي تاسوان حلقه كان ايدنا وكوي ماذا كلمون كلمون وكوي ماذا كم ايدنا كلمون وكوي ماذا كم ايدنا سيدا إليه يسعد الكلم كلمون سيدا النابقون تاسوان لقه لقال اللبات وإن أتراد كلمة كلمة سيدة سدرة جيت في قبتها كلمة سيدة سدرة إن أتراد لقال صدحاتنا وإن أتراد كلمة سيدة تمرة لبات لقنا ولقة بني تميم خير بنو تميم لباد ود اللقوي لباد اللقاء الرير بنو تميم وي لباداس مركا اللي يرادو كلمة سيدة سدرتون جميع روحو كوي مانا كلم سيدة سدرون هدي اللي يرادو كلمة سيدة تمرتون جميع روحو كوي مانا كلم سيدة تمرون لباباس لقانا واللقاء بني تميم سيداس كلمة أتكو بارتاي لمان فعلة سيداس ما هنا يغد خليل كل ما جاء على وسم فعل ساسد كودي كبيدون كاتفون كل نقود صدح اللقات سيني كبيدون يقال لقاء كوبانا دلو يرهدو كلمة أتكو بارتا صدح اللقات كبيدون اللقات كبدون يا كبدون كاتفون والله ممان كل ما جاء على وزن فعل وطلاص مرسيني هذه مركة وسطك وحرف حلق النقضة سيدة فاخيدون شهيدون لقى أفرادك وقبنا مركة صدح راسك وقبنا مد أفرادك وقبنا وسطك إنك أولك كسرادك ورعصيده سيكون أجرين كلمة سماعين كلمة مجرتين خاصك وسط في خيد شهيد وسطك كسر صار أول كقول رأسي ممان وحي حرف الحق وسط وجرنا وخلاص أفراد مضارع فعلوا من انتاس وحد يقول هذا شدود ذهبي أيضا سيداس القرآن تاسوا حق اللقبة حق اللقبة حق إعرابك
الكلمة تعاكو جرتا قول نطاوكو ما جرتا وتدري قررنين المطابقين اللي قدر أو مطابقة دي أو مطابقة دي وحاد يوبحي كرتا لابد طريق مدى نطمرت مدى أوفي عن الأصل عدم تقديري اللي يريد هذا أصل كوين وحل سوء قدري سيدا مركا أوفي عن وإن اتراه دو مطابقة دو هل كانت الواجب مركا وما الواجب كان مطابقة دو مطابقة دو وحي الواجب تا إذا كان الخبر مشتاقا لا يستوي فيه المذكر والمؤنث مطابقة قرن الواجب تا تدي قبك ليس مطابقة يعني قرن الواجب مغطى إذا كان الخبر مشتاقا لا يستوي فيه المذكر والمؤنث ومركا خبرك يا مشتاق المذكر يا مؤنث كسمين مركاس المطابقة دو واجب مركز الواجب محابة هي أحضان المشتق حدوث المشتق هي الجامدة واجب ما تصالح هند إنسان أبلغ هند قبل هند اللي يرى إنسان وقف يرد هند ومؤنث إنسان وقف المذكر أسكي قبر أحضان المشتق لا يستوي فيه المذكر والمؤنث حابة هي مشتق مذكر ومؤنث كسيريه مطابقة لك مرحبا وحلاب هاي هذه قبضان جريح وابنك لا طاوعي إلا فعيل أو بمعنى مفعول سوى مذكر مؤنث كما سيمين وحلاب هاي هذه قبضان جريح قتيل وحلاب طلاب مركا وحلاب هاي هل كان واجب الله المطابق الكلمة كلمة دي قول قول وي هذا سكلاب مدير كلام كلمة تأذى كتير تام ما بأن تأو تعنيف وتأو الوحدة وتأذى لوك كثر كتيري اسم جنسي كجمع إيه هي مفرتيس كلمة كلم شجرة شجر بقرة بقر نخلة نخل وتأو الوحدة تأو تعنيف ما بأن تأو ساسن الله فركوا حوين تعنيف ما بيا الحقيقي الكلمة كلمة دي قول قول يا بسكرات إلا اسم جنسي جمع مفرد كي يمحلو كالسارة إيا جمع لرشي تا سيدة غالب كا كلمة كلم شجرة شجر بقرة بقر تمرة تمر غير قالب نمحلو كالسارة إيا جندي هل اسكري جند ايضا فربنا يهودي هل مر او يهود يهود يهودي يهود مركا تاونا نوعاس تاسوا طريق وانا سيدا او ناكسين وفاكيك ايا قيب كود بأي شيغان الكلمة كلمة دي قول واقو قول كو مفرد لك ليالي طريقة اللباب انا تقرح ده ومضابقة ده مروبا ايضا قرحون يسم بواجب نقوني مضافة سوق الدرق وانا سيد الشيخ مري تشيري الكلمة حد الكلمة كلمة حد كيدو قول قولي قولكم مفرد لك ليالي الكلمة حد الكلمة كلمة حد كيدو قول اي مقول مثل قهر لوي قول بمعنى مقول ويسيد اللفظ بمعنى ملفوظ ويه الكلمة حد الكلمة كلمة حد كيدو قول اي مقول مثل قهر لوي الله خلاص خلاص اسمه كان مطابقين هيا ذا قروح بضان لكن الأصل عدم التقدير أصل وحا كلام كالتركيب كميشة يالا إلا سكون مطابق إلا سوافج إلا دوي إلا إلاتيو إلا إلاتيو أصل سداسة أصل سداسة مركا نحو عبد الله وقال لك صدح شيء كهلا نحاضر كلمة كلام كلمة صدح راسي كهلا قولة بميري هور مريا كلم كلمة هي كلام ستقالك معنى عرب وح كلم هور مريا كلم وحكب الله ما نعرف لكن وحي اسمه قرافان قار كلمة هي قيحان وشرحان كدب الكلام فيانا قارنا كلام وشرحان قولة بقين حيثيريا قولة كلمة هور مريا وحي لذين كلمة وجس وكلامك اللي وضعها وإنه كلمة اللي اسكرسية صمح
لبا كلمه يا كبد وين الكرسي مركز الكلام ايمانه مركز كلمه ما هي نقطه جزء كلام كان يقول نقطه كل ومعرفه الكل تتوقف على معرفه الجزء سداسا كنت ان لهرمر يا كلمه اه حيرادين ان لهرمر يا كلمه كلمه وجزء كلامنا وكل ومعرفه الكل تتوقف على معرفه الجزء ما كان جزء كرتو جزء كلام كرتو اسكو كان كما كان صلا كرا اي لبا شو ورن غيرن ولا اسكو كان حد غير هذا كده فهمت هذا كان فهمت سداسي قدورتان ومر الكلام كهرمر بعنا مقصود كفيريا او وحي يراهدين لانه يحصل به التقاضب والتكلم وحي يقوله لما الكلام ايه كلمة عندك وورا هذا اه لا بقف وورا هلا الى زيد شب يضع لك تقول اه حي كلف ايدي وحي يراهدين وحي التقاضب كو حصل له الكلام لكن مقصود كان قدر بتشميرك ومضى اه مقصود لانه يحصل به التقاضب والتكلم أسوي كوحد لايه التخاطب والتفاهم صافوا آه. التخاطب والتفاهم واحد وضع هذا إيه إسلامي كوحة سيشتوى إلى دوية كلاه أسوي المقصودة وكي يتنوني بهر مريب سقع صورة كبير الله ضيبا صور مقصودك أيو خيق على إباء الصوت تأسنا واحد يهات كلمة هر مرين تأهر مري حكمة وكلاحة آه. لأن معرفة الكل تتوقف على معرفة الجزء كلمة لبا معنى إليه لبا معنى إليه معنى واحد واستلاحي ومدك الشيغي أو يريد الكلمة كلمة دي قول قول وي أي مقول من الله الله وي قول كمفرد ولا كلية يعني. وقول أو مفرد أه waxaa la yiraahdaa had taama hadku markuu jinsi iyo fasl iska saaran yahay waxaa la yiraahdaa hadku waa taama ah hadku markuu jinsi iyo fasl iska koro waxaa la yiraahdaa had taama markuu yiri al kalimatu kalimati qawlu wa qaw qaw waxa soo galaya mufrad murakkab mufid ghayr mufid kama wasl soo galaya oo waxa kalaamka qama zayd wa qaw كلمة إن قام زيد وقول كلمة زيد وقول نرام زيد وصدح طبعا هنا وقول قولك كل وكما معنى بلارين آه. كلمة وقول كلامك وقول كلم وقول إن تروح رهينا قول كلهم وبا سيدة غلام زيد مركا مركا تري آل كلمة قول وجنسي جنسي جودويل وحيس لا سوغل يا كلمه يا قيل كده هاي الكلمه دون واقول كلامك واقول كلمه واقول وحن سطح هنا واقول مرك قول مرك يير يا جنس غود كلمه دون وا سو غشاي معاني كان وا سو غلين يا جنس مركا سو فصل يرو قول كو مفرد لا كلي يلي ما بحي صدح لي كل اه قول مفرد هدي لا يير كلامه بحي ما هن كلمه قول مفرد هدي لا يير كلمه بحدي ما هن كلمه قول مفرد هدي لا يري مركب ايا بحي او اضافي جا سيدا واحد وين غلام زيد صد احنا صاب بحري ها مركب ما صو حاسلي كلمة دي صافية او واحد قدر سن لحرة حد كاس مركب مقول نقضي حد طامع غوز كاس ياري هاي تنسي يا فصل كاس هو استلاح احان كلمة معنى هيدي حق اللقاء احان ايو نو شيغ يا مكشارب او كب اللعبة يا معنى وهو يرشيقه شين كاسمك الله قال الشارح هو شارح الحبيب ألغسوا قابل قال وهو يرشيقه تطلق الكلمة كلمة دوالة إطلاقا في اللقاة اللقاة بحيضا حال أي أهاتي أي الله إطلاقا على الجمل جملين أيان الله إطلاقا جملين كاسو المفيدة مدوح فائدين إيسا أهاتي وبارك إطلاق عصو فابت واصلنا لك قول إله قولك سوكرا كسونا لك تعالى إلى واصل رياه إلى أوير سبحانه كلا كتشوب إنها مقالة رب ارجعوني
لعلي أعمل صالحا فيما تركت أي إنها بقول ربا منكم إنها مقالة سوء كلمة